الأرض لكم، وإحنا دائما نعمل لأجل هذا الوطن. نهتم بالصحة والسلامة والبيئة، وقمنا بتحسين جودة الهواء بخفض حرق الغاز، وبدينا مشروع إدارة النفايات، وعطينا اهتمامنا الأكبر لمبادرات تطوير وتحسين البيئة من خلال جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والبيئة. كما أنشأنا العديد من الواحات مثل واحة الكويت وروح الصحراء والمحمية البحرية اللي ساهمت بشكل كبير في زيادة التنوع البحري، ومحمية العبدلية والصبيحية اللي كانوا جزء من خطة تأهيل المناطق الصحراوية. وبنجاحنا بكل هالتحديات حافظنا على بيئة الكويت، لأن ندري اللي نسويه اليوم كل الوطن راح يستفيد منه باكر. ويظل هدفنا دائما واحد، أن نعمل لأجل هذا الوطن. شركة نفط الكويت.